السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في القناة. نتمنى الوصفات اللي قدمها لكم تعجبكم وتستفادوا منها. وصفة اليوم هي كفتة بالصوص الحمراء، سهلة واقتصادية بنينة وراح تعجبكم بزاف. ما تنساوش ديروا أبوني وجيم وتشاركوا الفيديو. والآن نبدأ في الوصفة على بركة الله. هنا حنبدأ في الوصفة تاعي. حنداوي لحم مرحي. نحتاج به نداويه الملح والفلفل الكحل والحمار. بعد حطيت بصله صغيره رحيتها كيما هكا، ورحيت فص ثوم كبير. لكن تاع الفص تاعكم صغير ديروا زوج. خلطهم مليح مع بعضهم، بيت خلطهم مليح المكونات مع بعضهم مع اللحم المرحي. حطيت الخبز مرحي بعد نخلطهم مليح مع بعضهم، ودرك راني نكعبر فيهم. تكعبرهم بالشكل هذا كيما هك. نزيد نكعبر الثانيه معكم بالشكل هذا، نبقى كيما هكا حتى نكمل كميه بكل. هنا بعد ما كملتهم بكل درك نروح نقليهم. هنا كما راكم تشوفوا حطيتهم يتقلاو في الزيت، نبقى نحرك فيهم ونعسهم باش ما يتحرقوش. هنا حنوجد لاصوص. حطيت الزيت، بصله، ثوم، ونحرك حتى البصله تذبل وتبدل اللون تاعها. بعد حطيت شويه طماطم مصبره ونحركهم مليح مع بعضهم. بعد حطيت طماطم مرحيه ونحركهم مليح مع بعضهم. حطيت التوابل ملح فلفل كحل حمار ونخلطهم مليح مع بعضهم. ومن بعد نحط شويه ماء ونحركهم مليح مع بعضهم، نخليها تغلي شوي. لما خليتها غلات شويه حطيت لها الكفته تاعي اللي خدمتها معكم قبيله. ومن بعد نحركهم مليح مع بعضهم. هنا بعد ما طابت حطيتها في الصحنه كيما هكا كيما راكم تشوفوا، وزينتها بالمعدنوس من الفوق. ما تنساوش تدعموني بالجيم. لكن عجبتكم الوصفه وتشاركوا الفيديو باش نتشجع نصور لكم وصفات جديده نتوما تستفادوا منها. وصلنا لنهايه الفيديو. نتمنى تكون هذه الوصفه عجبتكم واستفدتوا منها. لكن عجبتكم واستفدتوا منها ما تنساوش ديروا ابوني وجيم وتشاركوا الفيديو مع احباباتكم. ودمتم في رعايه الله. ابقوا على خير.